السلام عليكم، معكم الأخت أم منصف من الجزائر، متشيعة في مجتمع سني بأمل مئة. سؤالي للشيخ الكريم هو: هل فعلا سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام زوج ابنته سيدة أم كلثوم عليها السلام لذلك الزنديق ابن الحطاب؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال، أنا مرة بالفيس شفت يمكن منشور يتكلم انه عمر بن الخطاب كان له اكثر من زوجة يمكن بنفس المسمى، او انه كانت عنده زوجة باسم ام كلثوم لكنها ليست السيدة ام كلثوم عليها السلام ابنة سيدنا علي عليه السلام، فاريد فقط استبيان هذه النقطة، وشكرا لكم وجزيتم كل خير ان شاء الله. شكرا لك اختي ام منصف، والكلمه لكم شيخنا. نعم، طبعا الزواج هذا قال الشيخ المفيد رحمه الله، وهو ممن يعتمد قوله في مثل هذا، قال ان هذا الزواج لم يثبت، وان هنالك خلطا كبيرا واضطرابا في الروايات التي ذكرت هذا الامر. فحاصل القول أننا لا نسلم بأن أمير المؤمنين عليه السلام زوج أم كلثوم لعمر بن الخطاب، على أنه حتى لو حصل هذا فليس فيه أي دليل على صلاحية عمر أو عدالته. عليكم أن ترتقوا بفكركم. إن نبي الله لوطا عليه الصلاة والسلام سعى في تزويج بناته ممن؟ من أصحاب الفاحشة الكفرة، وإن كثيرا من السيدات الجليلات تزوجن رجالا أشرارا لمقتضيات معينة. نبينا صلى الله عليه وآله زوج ابنتيه مثلا لعثمان بن عفان، وقبل عثمان بن عفان زوجهما لأبناء أبي لهب الكفرة آنذاك. فهذا مسألة الزيجات بحد ذاتها ليست دليلا على صلاحية من زوجوا أو تزوج منهم. لنا في هذا الشأن محاضرة مفصلة، ننصح الأخت المكرمة وجميع من يسمعنا بالرجوع إليها، تحت عنوان: هل الزيجات تنفي العداوة؟ لأن المخالف إذ يعوزه الدليل، كهنة البكرية يعوزهم الدليل، يريد أن يقول عمر عادل والتاريخ كله يثبت أنه كان ظالماً، يريد أن يقول إنه كان ولياً حميماً لأهل البيت عليهم السلام، والتاريخ كله يثبت، وبشهادة أئمة أهل البيت عليهم السلام وبشهادة سيدتهم الزهراء عليه السلام أن عمر كان ظالماً وأنه كان عدواً، فيعوزه الدليل فيأتي ويلوذ بماذا؟ بالزيجات، مع أن هذه الزيجة في ذاتها لم تثبت، وعلى فرض ثبوتها فإنها لا تقدم ولا تؤخر على الإطلاق. بنت السيدة زينب، بنت السيدة زينب عليها السلام زوجت من الحجاج الثقفي لعنه الله، فهل في هذه الزيجة دليل على أن الحجاج رجل صالح؟ كلا. يمكن للولي من أولياء الله أن يتزوج امرأة غير صالحة، يصير بأمر الله ولمقتضيات وحكمة، ويمكن للولية من أولياء الله عز وجل أن تتزوج رجلا غير صالح فاسد، بل أطغى أهل زمانه كفرعون. فالسيدة آسية بنت مزاحم عليها السلام، وهي سيدة نساء أهل عالمها، من سيدات نساء العالمين الأربع، هي زوجت من؟ فرعون عليه اللعنة. فإذا هذه ليست بحجة، والذي يطرحها مفلس.
والزيجة هذه أعني زيجة أم كلثوم من عمر أساسا لم تثبت كما قاله الشيخ المفيد وغيره.